يعني بتشتغل صياد هنا بقالك قد ايه؟ يعني بقالي حوالي 15 سنة. تمام. طب انت عرفت ازمة نفور الاسماك الاخيرة اللي حصلت في لا كل سنة حضرتك بتحصل مش السنة بس، طب والمسؤولين بيجوا بقى في حاجة مش الحاجة خالص اللي هي بتسبب فيها. طب هي كانت ايه السبب يعني انت شفته وعشت هنا؟ السبب يا باشا احنا بقالنا 15 سنة في مصرف اسمه مصرف الرهاو في الجيزة. تمام. ده بيصرف عليه حوالي من 100 مصنع لأزيز. تمام. في نفس الميعاد في نص واحد كل سنة اللي بيطلعوا المايه دي في المصرف ده بتيجي تضع صناديق في البحر كله. يعني احنا معلش صيادين في المايه بنمسك سمك من المايه بايدينا، سمك ميت. تمام. وهم بيجيبوها بيقول لك ايه، يعني انا سمعت المحافظ امبارح بيقول لك القفاص هم غطسوها والسمك مات. طبعا كل سنه بيحصل نفس الكلام مش تمام. وانتوا كلمتوا حد مثلا من المسؤولين في القصه دي؟ اي حد مثلا هنا بتوع الثروه السمكيه او الاداره الصحيه اللي هنا؟ هو ما حدش بيسمع لحد اصلا، ما حدش بيحاول يسمع لحد، كله اللي في دماغه اللي هو ما يجيبش غلط عليه. يعني مثلا ما يقدرش واحد مسؤول يطلع يقول ان الغلط عند الناس اصحاب المصانع، لان اصحاب المصانع عالم كبير، عالم كبير. تمام. بيجيبوا الغلط على الناس الغلابه اللي هو اللحم. تمام. هي المنطقه دي فيها مزارع ولا يعني الاقفاص موجوده هنا في في اقفاص؟ طب هو في ناس قالوا يعني ان الاقفاص هي السبب في السمك يا باشا. ازاي بقى؟ تمام. الحوار ده بيحصل كل سنه في نفس الميعاد، ايه السبب؟ هل الاقفاص في نفس الميعاد كل سنه؟ قصدك الاقفاص موجوده طول السنه ليه؟ تمام. بيجي في نفس الميعاد عشان هم المصرف بيكبوا مخلفاته في البحر في نص واحد بالظبط في نفس الميعاد من كل سنه بيحصل. اللي يعيش السنه الجايه لو حضرتك ما هتبقوا معانا هيحصل نفس الكلام. ده المصرف اللي في الجيزه؟ المصرف اللي في الجيزه اللي هو مصرف الرهاو، ده غير المصارف اللي قبليه في كل حته. تمام. بس ده المصرف الاشهر يعني. طب انتوا قبل كده قبل الوقت ده كنتوا ساعات بتصطادوا سمك ميت؟ يعني بتلاقوا سمك ميت كتير ولا هو في الوقت ده بس؟ في الوقت ده كل سنه. تمام. طب انت طب دلوقتي بعد قصة السمك انتوا يعني مثلا نازلين ميه لقيتوا يعني بيبقى في سمك تصطادوه ولا الوضع عامل ازاي؟ لا مفيش سمك، اللي هو السمك مات خلاص، سمك البحر نفسه مات. طب ده مثلا بياخد فترة قد ايه وبيجي له موسم قد ايه يرجع تاني؟ لما كانش بقى الحكومة ترمي سمك في البحر، البحر هيفضل كده طول السنة، نفضل احنا بقى نعاني من المشكلة دي. عايزين يشيلوها الناس ما تعرفش تتكلم. لا الناس زي حالاتنا كده، انت ما تعرفش تتكلم، انت هتعرف هتوصل هتروح فين انت؟ اسمك ايه بقى؟ انا اسمي حسن حمد. تمام. انت شغال بقالك فترة طويلة بتصطاد سمك؟ بقالي 30 سنة. طيب انا عايزك تقول لي ايه ابرز المشاكل اللي بتواجهك يعني كصياد هنا بعيدا عن قصة السمك؟ طب يعني انت دلوقتي مثلا السمك اتشال من المية، انت بتقول لي مفيش سمك موجود. طيب يعني انتوا هتعملوا ايه في القصه دي مثلا الفتره؟ تمام. هنطلع نشوف لنا اي شغل، نشتغل عند اي حد، نشوف لنا اي شغل، على ما نشوف في سمك في البحر ولا ما فيش. طب هو ما فيش اللي انا شايفه، لان احنا بنشتغل ما فيش. تمام. انا بعد الحادثه دي ما فيش سمك. هو انتوا كنتوا بتصطادوا يعني بالاقفاص ولا الصيد اليدوي العادي؟ الصيد العادي. تمام. بالشبك لكن الاقفاص دي قصه تانية بتبقى تبع مزارع يعني. اه. طيب انت كنت قلت لي من شويه برضو ان يعني مفيش حد من وزاره البيئه جه او وزاره الصحه ان هو جه يتكلم في القصه دي بعد ما حصل نفور الاسماك، يعني ايه اللي حصل بالظبط في الموضوع؟ حصل ان هي المايه دي تيجي كل سنة في شهر واحد، تابع معانا كده السنة الجاية لو لقينا عمر تعالى في شهر واحد، ما بتحصلش إلا في شهر واحد. ليه؟ لأن المية ديت لو المصرف ده طلق في الصيف هتبقى هيحصل مظاهرة. تمام. هيحصل مظاهرة والله، لأن المية أصلا دلوقتي سجعة. تمام. المية الوسخة ديت اللي هما بيطلبوها اللي فيها السموم دي بيطلبوها في السجعة ليه؟ عشان المية دلوقتي سجعة. تمام. كتير بيبقى خفيف كمان، يعني شوف هو خراب بس خفيف. تمام. انما لو في ميه سخنه تمام مش عارف، مفيش سمكه هتعيش ولا قد كده هتعيش. تمام. طيب بالنسبه للسمك احنا وانا جاي كده لقيت فيه سمك محروق اللي هو من السمك الميت. لا الحكومه للسمك اللي هم مطلعينه على البر ده. اه. الكركات والمواطن والكلام ده.
ده المسطحات هي اللي عملت كده ولا؟ تمام، هم اللي حرقوه. اي المفروض يعني المفروض كان ده بيتحرق في اماكن تانية ولا لان انا جاي شامم ريحه. ريحه وحشه الوقت، السمك بقى على البرور، في سمك على البرور يا مكيد، الريحه لازم تبقى وحشه. انما هو لو السمك ده في الميه هيروح هنا حسب الريح بقى والكلام ده، مره هيروح هنا مره هيروح هنا، واخد بالك؟ انما هم عملوا الصح برضه طلعوه. المخالفات اللي موجودة في حماية النيل، عدد الأقفاص اللي موجودة ومسجلة في حماية النيل بتسوق 17 قفص في مركز السوق. الحملة المكبرة اللي حصلت في مركز قوة والمحمودية قالوا إن إحنا زلنا 213 قفص، اللي اتزاد 17 قفص بالظبط، وأنا كنت موجود في قلب الحدث. تمام، كل اللي اتزاد 17 قفص. طب انا عايزك موجود في مركز فوة والمحمودية 32 قفص، عايزك تشرح لي قصة الاقفاص. هم اللي عملوا الأزمة. تمام، انا في مشكلة بس عايزك تشرح لي قصة الاقفاص نفسها. الاقفاص دي يعني قول لي مثلا دورها ايه بالظبط لو حاجة ملخصة. الاقفاص ديت كانت سمكة استوردتها الحكومة سنة 85 لتنقية المية، ثم فعل بعد كده مشروع للشباب. تمام، واصبح أكثر من 60,000 مواطن كانوا شغالين على الأقفاص السمكية، بينتجوا 54,000 طن سمك سنوي. تمام، بعد ما بدأت الحكومة سنة 2004 و2005 يحارب الأقفاص السمكية، ارتفع سعر السمك البلطي اللي كان مربوط على 6 جنيه و7 جنيه، ارتفع ل 12 و13 ووصل ل 18 جنيه في بعض الأماكن. تمام، سمك الصنفر اصلا استوردتها الحكومه التنكية الميه، حاليا بقت بقدر الجادي هي الملوثه لنهر النيل. الاسماك دي المسؤولين يعرفوا ان سمكه الصنفر بتتغذى على الطحالب والبكتيريا التي لا ترى بالعين المجرده. طبعا، كل ما ذكرته الحكومه هو كذب وافتراء لعمل كبش فده لتلوث مياه النيل. كبش فده دايما بيبقى للاقفاص السمكيه والصيادين، وكل عام بيبقوا على جزء بسيط من الأقفاص السمكية ونهر النيل حتى يكون كبش الفدا لتلوث مياه النيل بمصرف رهاوي الجيزة. تمام، طيب باقي أنواع الأسماك اللي موجودة، الأسماك دي بتتغذى على الطحالب برضو ولا الصيادين هم اللي بيأكلوها أكل معين ولا ده بيبقى ازاي؟ ده السمك البلط والقراميط اللي هو موجود، اللي الوحيد موجود في نهر النيل ده، محمية طبيعية بيتغذى عادي بطبيعته من أي حاجة موجودة في المية. تمام، خضرة وما بيتأثرش يعني ما بيتأثرش عليه. لا، ده السمك البلط في منطقة السوق تم تمام اجبات كله بسبب الميه. عدد الصيادين اللي زي الناس اللي قدامنا دول عددهم قد ايه هيبقوا متضررين من الموقف ده؟ خصوصا كل الصيادين متضررين، الصياد الغلبان ده ملوش ذنب في اي حاجه. انا مش بتكلم على الصياد الغلبان، الصياد الغلبان ده في الاول وفي الاخر ده بيطلع يسترزع على قوت يومه. تمام، عنده المركب بتاعته بيسترزع على قوت يومه، ما عندوش مشكله غلبان. انا مش بتكلم في الصياد الغلبان، الصياد الغلبان ملوش ذنب. تمام، بتكلم في التجار الكبار. تمام، التجار الكبار اللي هم ايه، اللي هم بسميهم تحت بند مافيا او الاقفاص السمكيه. تمام، فين شرطه المسطحات المائيه من الكلام؟ تمام، مش موجوده شرطه المسطحات، ما فين هيئه النقل النهري؟ حتى الهيئه ما بتراقبش عليهم. شرطه المسطحات المائيه وفي متابعه من شرطه المسطحات المائيه وفي متابعه من هيئه النقل النهري، مش هنوصل للمرحله اللي احنا وصلنا لها. انت كنت قلت لي ان مافيا الاقفاص كانوا الوحده البيئه كانت بتكلمهم قبل ما تيجي علشان يغطسوا الاقفاص جوه فما يبانش منها اي حاجه. والله انا مش هاكد لك الجزئيه ديت، بس انا سمعت من الصيادين نفسهم ان بيبقى بيحصل فيه تليفونات وفي اتصالات وفي مواعيد وفي تربطات، في حمله جايه النهارده، الدراع اللي هينزل في الميه 15 متر او 10 متر، لو 10 متر نزل لي الاقفاص 15 متر، لو 15 متر نزل لي الاقفاص 20 متر، يبقى بحيث ان الحمله تيجي تشتغل شغلها ويكون فيها محافظ من كفر الشيخ ويكون فيها محافظ من البحيره ويكون فيها مدير الامن من هنا ومدير الامن من هنا، ويلفوا لفتهم في البحر في النيل، وبعد ما يمشوا ب 10 دقائق بربع ساعه هم يرجعوا الاقفاص زي ما هي وتعيد الدور، وهو نفس النظام اللي احنا بنعاني منه. تمام، كتير حصلت حملات كتير بالنسبه لازاله الاقفاص السمكيه، وبقياده مين؟ بقياده رؤساء المحافظه، يعني محافظ كفر الشيخ ومحافظ البحيره، مرارا وتكرارا حصل المشوار ده كتير، وبرده ما فيش دون جدوى.
ايه يا جماعه الاسباب؟ احنا عايزين نعرف، احنا عايزين نعرف مين اللي ليه مصلحه. تمام. مين اللي ليه مصلحه انه الفص السمكيه دي تستمر؟ انا مش اللوم مش على الفص السمكيه، نسبه التلوث مش على الفص السمكيه بس، لا في حاجات تانية كتير. تمام. مصانع الزيوت ومصانع الكيماويات، مصرف الرهاوي اللي صرفه كله في 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 في, في نهر النيل، انتوا سايبين الامور دي كده ليه؟ طيب هو الانسان رخيص قوي للدرجه دي؟